وقت الشدة. متابعين رغدة كيومينجيان أو المعروفين بجيش رغدة، ساندوا رغدة خلال مسيرتها على السوشيال ميديا، وخاصة خلال مشاركتها ببرنامج صناع المحتوى السديم خلال موسمه الثالث، حيث حققت رغدة أرقام هائلة بعد تجربة سديم، من بينها أكثر من 2 مليون متابع على إنستغرام، ومؤخرا تخطت 1 مليون متابع على يوتيوب. فتمكنت رغدة من كسب حب كبير من الناس بشخصيتها العفوية والطريفة من خلال مشاركتها لفيديوهات وستوريهات من حياتها اليومية، وخاصة آخر الأيام مع مشتركي برنامج سديم بالحجر المنزلي. فالثنائي رغدة ورضا دائما بيكونوا ترند على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديوهاتهم الفكاهية البسيطة. واو واو رضا، لما تطلب عمر بالمير من جولي شي، لا مش مكشرة، بليز بليز. وعدت رغدة مؤخرا معينها أو جيش رغدة تحديدا بتنزيل أغنية بالتعاون مع فريد اللي شارك معاها ببرنامج سديم، أما رضا فما تمكن من الصبر فدائما يكون مستعجل شوي. فمثل ما نشر فيديو رغدة قبل الوقت المحدد على يوتيوب، سيروا تفرجوا فيديو رلحتوا أو بابلك، يلا تمتعوا. رضا نشر مقطع من الأغنية. جيش رغدة وقت الشدة يلعب، جيش رغدة وقت الشدة يلعب. فمن هذا المقطع عرفنا أن الأغنية راب وجد حماسية. مين منكم متحمس للأغنية؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات.